يقوم المهبل بعمل تنظيف ذاتي دون الحاجة لاستخدام غسول لتنظيف المهبل، ولكن في حالات وجود عدوى قد يتطلب الأمر استخدام غسول مهبلي للالتهابات والحكة للمساعدة في تخفيف الأعراض. وهناك العديد من مكونات الغسول المهبلي الطبيعية التي يمكن أن تصفها الطبيبة النسائية لعلاج المشكلة، فكيف يمكن اختيار الغسول الأنسب؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم، ولكن قبل البداية لا تنسي دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. نبدأ أولا بغسول زيت شجرة الشاي. فيحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ولكن ينصح باستشارة الطبيبة أولا قبل استخدام غسول مهبلي للالتهابات والحكة. يحتوي على زيت شجرة الشاي للتأكد من تناسبه للحالة، حيث يمكن أن يكون فعالا ضد سلالات معينة من البكتيريا، وبالتالي قد لا يكون فعالا في جميع الحالات. وقد تسبب علاجات زيت شجرة الشاي ردود فعل تحسسية لدى بعض النساء، كما أنها غير آمنة للاستخدام أثناء الحمل، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة أولا حكة المهبل، ثانيا احمرار في منطقة المهبل، ثالثا وجود إفرازات. ننتقل إلى غسول خل التفاح. فتعتقد كثير من النساء أن إضافة خل التفاح إلى الحمام يمكن أن يهدئ عدوى الخميرة والتهاب المهبل البكتيري، ولكن ليس هناك أدلة كافية حول هذا الأمر، ولذلك ينصح بتجنب استخدام غسول مهبلي للالتهابات والحكة يحتوي على خل التفاح دون استشارة طبية. ثالثا غسول زيت جوز الهند. فيمكن أن يقضي زيت جوز الهند على المبيضات التي تسبب عدوى الخميرة، ولكن هناك حاجة للمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الأمر. وفي حال وصف الطبيب غسول مهبلي للالتهابات والحكة يحتوي على زيت جوز الهند، فيجب القيام بالأمور التالية قبل استخدامه. أولا استخدام زيت جوز الهند النقي عالي الجودة. ثانيا تجنب استخدامه في حال تناول أدوية أخرى لعدوى الخميرة. رابعا غسول الألوفيرا. فيوفر الألوفيرا مجموعة من الفوائد الصحية للجلد، وتشمل أولا تهدئة الحكة والالتهابات، ثانيا ترطيب الجلد، ويعتبر استخدامه آمن بشكل عام، ولكن يجب استشارة الطبيب أولا قبل استخدام أي غسول مهبلي للالتهابات والحكة، فقد يصف علاج أكثر فعالية. خامسا غسول صودا الخبز. فيمكن استخدام صودا الخبز كغسول مهبلي للالتهابات والحكة، حيث يمكن أن يعالج عدوى الخميرة بالإضافة إلى بعض الأمراض الجلدية المسببة للحكة مثل مرض الصدفية، وذلك بفضل خصائصه المضادة للفطريات. ويمكن استخدام صودا الخبز للمهبل بأكثر من طريقة. أولا إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى الحمام. ثانيا تحويل صودا الخبز إلى عجين، وينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام غسول مهبلي يحتوي على صودا الخبز، وذلك للتأكد من تناسبه مع الحالة. كما يجب تجنب استخدام غسول مهبلي للحكة من مكونات صودا الخبز في حالة الإصابة بجروح أو قروح مفتوحة. ننتقل الآن إلى علاج التهابات وحكة المهبل بطرق طبيعية. فقبل استخدام غسول مهبلي يمكن اللجوء إلى بعض العلاجات الأخرى الطبيعية والآمنة بعد أخذ رأي الطبيب، ومنها أولا الزبادي اليوناني. فيعتبر الزبادي علاج منزلي لحكة المهبل، وذلك لأنه يساعد على تعزيز البكتيريا النافعة في المهبل، ويمكن أن يقضي على الخميرة ويحافظ على صحة المهبل. ويمكن مزج العسل مع الزبادي للحصول على غسول مهبلي طبيعي وآمن، حيث يعرف العسل بخصائصه المضادة للفطريات. ثانيا حمام الشوفان. فيعتبر حمام الشوفان أفضل غسول مهبلي للالتهابات والحكة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويتم الجلوس فيه لتخفيف الحكة. ثالثا أقراص الثوم، وهو بديل آخر من بدائل استخدام غسول مهبلي للالتهابات والحكة، حيث يتمتع الثوم بخصائص مضادة للبكتيريا مما يجعله مفيد في التهاب المهبل البكتيري، ولكن يجب استشارة الطبيب أولا. رابعا الكمادات الباردة. فلا تعتبر الكمادات الباردة غسول مهبلي، ولكنها يمكن أن تخفف الشعور بالحكة بشكل مؤقت. ننتقل الآن إلى الغسول المهبلي للحامل. فتعتبر الالتهابات والحكة المهبلية من الأعراض الشائعة لدى كثير من الحوامل، وذلك نتيجة التغيرات في مستويات هرمونات الأنوثة. وفي حالة الإصابة بعدوى في المهبل ينصح بتجنب استخدام غسول مهبلي دون استشارة الطبيب، للتأكد من اختيار أفضل غسول مهبلي يحتوي على مكونات آمنة على الأم والجنين. وهناك عدة نصائح عند استخدام الغسول المهبلي لعلاج الالتهابات والحكة، نذكر منها أولا التأكد من تناسب الغسول مع الحالة، وذلك بمعرفة الطبيب، فلكل بكتيريا أو عدوى مهبلية سبب وعلاج مناسب لها. ثانيا عدم الإفراط في استخدام هذه العلاجات، فيجب الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن طريقة استخدام الغسول المهبلي وكذلك الجرعة المناسبة، وعدم تكراره لمرات عديدة، حيث يمكن أن يقضي على البكتيريا النافعة
مما يزيد من المشكلة بدلا من علاجها. ثالثا، ارتداء الفوط الصحية اليومية، فيفضل ارتداء الفوط الصحية أثناء الإصابة بعدوى مهبلية، وخاصة خلال استخدام غسول مهبلي للالتهاب والحكة. خامسا، ارتداء ملابس داخلية قطنية، فينبغي ارتداء ملابس داخلية قطنية لأنها تقلل من تحسس الجلد وفرص الإصابة بالعدوى. سادسا، الحفاظ على نظافة المهبل، فينصح دائما بالحفاظ على نظافة المهبل اليومية، وذلك باستخدام الماء فقط وتخفيفه بشكل جيد بواسطة منشفة قطنية نظيفة دون فرق المنطقة. سابعا، غسل اليدين قبل ملامسة المهبل، فينبغي غسل اليدين قبل وضع غسول مهبلي أو أي علاجات طبيعية لهذه المنطقة الحساسة. ثامنا، تجنب استخدام منتجات تحتوي على مكونات كيميائية مهيجة للجلد سواء المنظفات أو أي غسول مهبلي، فيمكن أن يزيد من الالتهاب، ويجب تجنب المنتجات التي تحتوي على عطور. وأخيرا، تجنب ممارسة العلاقة الحميمة أثناء الإصابة بالعدوى المهبلية، وذلك لتفادي تفاقم المشكلة أو نقل العدوى إلى الزوج إذا كانت ناتجة عن أحد الأمراض المنقولة جنسيا. وفي نهاية حلقتنا، نتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.